الحلم ديالي نلعب شيخه وممكن هادشي سا ديرونج مي مي الشيخه اللي بغيت نلعب واحد الشيخه في مخيلتي في ذاكرتي في طفولتي المناضله الشيخه اللي ممكن تغير مصير امه بحبه تقولها العفيفه الشيخه اللي ممكن تعطيك كل شيء بالعفه هذيك هي اللي بغيت نلعب البيتوتيه اللي كطيب واعر ممكن لان العرق ديالي من جهه ماما عبديين دونك هادشي كنسمع عليه من صغري كان الحمونيه مثلا فاطمه بنت الحسين وباغي نلعب واحد الدور حمق بغيت نلعب الموت انا انسانه وفنانه وكنضرب في الارض وكنرجع نضرب عاوتاني الفوق سيتو ما هاد الفكره النجمه ما سام ديرونج بعدا ما كاينينش نجوم كاينين الناس كيقولوا شي حاجه كتخرج منهم شي حاجه كتوصلك تبكيك تفرحك تخليك تحلم بوان هذا هو الحلم ديالي نجوميه ما عندي ما ندير باحث ما كنعرفش لها ملي كنخدم على دور معين تلقى راسي تعاطفت معاهم مشيت معاه بزاف ممكن يجرني وي بارفوا تيجرني حتى كنقول فاطمة زهرة فين غاده خصك ترجعي باش ما تبعنا هادشي ما نساليوش.